تحياتنا لك. نشاطات مدينة الأمن العام كثيرة جدا، لأن تعرف في بغداد وباقي المحافظات هناك رصد للمخالفات اليومية، هناك مقابلات المواطنين من قبل السيد مدير الأمن العام وأيضا مدراء المحافظات مدراء الجوانب. حقيقة بداية يعني كل يوم أربعاء مقابلات السيد مدير الأمن العام مع المواطنين مستمرة، اللي عنده شكوى، اللي عنده مشكل، اللي عنده عرقلة، اللي عنده طلب قانوني كان يعني المجيء إلى مديرية الأمن العامة. وأكيد إحنا قبل كل الإجراءات. طبعاً هاي جانب من التجوال الميدان للسيد مدير المرور العام وإشرافه على حركة السير والمرور في بغداد الحبيبة. يعني أكيد العمل الميداني للقائد دائماً ما يكون قريب على كل المنتسبين والضباط، وأيضاً أكيد متابعة العرقلة في حركة السير والمرور والكثافات اللي موجودة في شوارعنا. ونعرف أنه خلال هذه الأيام كانت عندنا عدة كثافات بسبب بعض القطوعات اللي تأثر على حركة السير والمرور في جانبي الكرخ والرصافة، لكن أكيد أخوانكم ومنتسبي مديرية المرور العامة الانتشار الصباحي من الساعة 630 ولغاية منتصف الليل، وأيضا عندنا دوريات آخر الليل لحل هذه الكثافات المرور اللي موجودة في حركة السير والمرور. أيضا يعني جاي نلاحظ سيد مدير المرور العام وإشرافه وتنظيم حركة السير والمرور في تقاطعات، أي جانب يشهد كثافة نشوف الانتقال للسيد مدير المرور العام في التجوال الصباحي المسائي. أكيد هذا يعطي دافع لمنتسبينا بلا شك نعم وضباطنا لأداء الواجب بشكل أفضل وبشكل أحسن. وحقيقة أيضا السادة مدراء الجوانب مدير مرور بغداد الكرخ والرصافة، أيضا أكيد إشرافهم المباشر آمرين القواضع كل الضباط وكل المنتسبين، وخصوصا في هذه الأيام جاي نلاحظ ارتفاع في درجات الحرارة، لكن حقيقة الأبطال مديرية المرور نلاحظهم موجودين رغم ارتفاع درجة الحرارة، وخصوصا يعني بعد الساعة 12 نشوفهم موجودين في كل التقاطعات والساحات لتنظيم حركة السير والمرور. نعم شهدت بعض الكثافات في جانبي الكرخ والرصافة، لكن كمديرية المرور العامة الحمد لله قدرنا أنه هاي الكثافات نحلها. أيضا جاي نلاحظ التحاق وجبة من الضباط خريجين كلية الشرطة الدورة 68، ربي بالتوفيق لهم إن شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. حاليا هاي استقبال السيد مدير المرور العام لهم وإعطاء بعض النصائح والتوجيهات أكيد، وحاليا هم عندنا دورة مكثفة. نعم مقدم حيدر، الآن ننتقل إليكم مشاهدين الكرام إذا تسمح لنا مقدم حيدر. نسمع كلام سيد مدير المرور العام ونصائحه للسادة الضباط المتخرجين حديثا والذين على ملاك مديرية المرور العامة. زميل المخرج فإلى هناك. تعرض هذا القرار للطعن ماده 28. طعن شنو طعن؟ ربما مو رقم سيارته وانت عاطله وصل على الجامع هل رقم هلقد هلقد مثلا قادسيه مثلا بالديوانيه انت كتبت كربلاء كربلاء خصوصي وين راح؟ انت مو متعمد حسنيه خطأت بس هذا الخطا عليك ابني هم يحتسب عليك إثم على القاضي أن يتريث ويتمحن ويتمحص ويدقق ثم يصدر قراره أنت نفس الشيء